ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، ومال وارثك ما أخرت. ولذلك المال في هذه الدنيا في واقع الأمر إذا تأملت فيه فسبيله إلى طريقين: إما إلى وارث، وإما في حادث. إما إلى وارث بعد الوفاة، وإما في حادث في الدنيا، خسارة أو شيء من هذا القبيل. ونحن عايشنا قبل فترة من الزمن كيف أن الناس أمسوا أغنياء وأصبحوا فقراء بسبب الحالة التي مرت على الكرة الأرضية بأسرها. لماذا؟ لأن هذه أحوال الدنيا، هذه أحوال الدنيا. لكن كل درهم تنفقه في سبيل الله إنما أنت قدمته لنفسك، قدمته لنفسك. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يقدم في هذه الدنيا، فإن لم يكن له شيء فليحتسب، يحتسب الأجر. إذا مات له ولد أو مات له جنين مثلا سقط، يحتسب الأجر، فإن له في هذا أجرا عظيما.